رحمه الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له صلى الله عليه وسلم ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت صلى الله عليه وسلم، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. هنا يتكلم الشيخ بتفصيل عما مسألة الشفاعة، والشفاعة من قديم يدخل فيها تلبيس على العوام، بل إن بعض العوام يوقع في الشرك ودعاء الأموات تحت مسمى الشفاعة. وقديما كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمسألة الشفاعة هذه فيها عند بعض الناس خلل عنده، فيها سوء فهم، جعلها في غير موضعها. ولهذا العلماء النصحاء يبينون الحق في ضوء الأدلة حتى لا يقع الخلل عند من يريد لنفسه العافية والسلامة والطريق الصحيح الموافق
لشرع الله سبحانه وتعالى، وأيضا حتى لا يلبس عليه في هذا الباب. يقول الشيخ: لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لا يجوز أحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. هو يتحدث الآن عن متى، عن هذه الحال التي هي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. في حياته الصحابة يأتونه ويطلبون منها الدعاء، وهذا يقع كثير في حياته عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته توقف الصحابة، ما كانوا يطلبون منه، حتى لما حصل الجذب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس للاستسقاء، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس أدعو الله لنا، قم يا العباس أدعو الله لنا. ما توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا استشفع به، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يشفع لأحد ولا تطلب منها الشفاعة. جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر لأحد، بعد موته لا يستغفر لأحد. ثم يأتي بعض الناس ويقرأ قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته، ينزلون الآية في غير موضعها ويشبهون بذلك على العوام وعلى الجهال، ينزلونها في غير موضعها ويتركون النصوص الصحيحة، مثل الحديث الذي في صحيح البخاري يقول: إن كان، يقول لعائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر عليه الصلاة والسلام لأحد. فلا يطلب، يقول، من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. إذا قال قائل: أنا أريد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شفيعا لي عند الله وهو خير الشفعاء، نقول له: وكلنا نريد ذلك، لكننا نتكلم على المسلك الصحيح الذي يتحقق لك به هذا المطلب. أبو هريرة رضي الله عنه، هذه المسألة تهمه جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الإخلاص هو الذي ينال به العبد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله ينبه هنا أن الشفاعة ملك لله، فإذا أراد أحد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له يوم القيامة فليطلبها من الملك الذي بيده ملك الشفاعة وبيده ملك كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. في ضوء هذه الآية، إذا أردت أن يشفع لك الرسول عليه الصلاة والسلام، أتطلبها منه مباشرة أو تطلبها ممن بيده ملك الشفاعة؟ ويكون طلبك ممن الذي بيده ملك الشفاعة عبادة لله وتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، فتقول في دعائك: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم الشفاعات. نحن نريد من المسلم أن يصحح الطريق وألا يخسر، إذا كان يريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ندله على المسلك الصحيح، ولا نريد له أن يخطئ فيخسر، لا نريد له أن يخطئ فيخسر. الشفاعة ملك لله، إذا أردت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا لك، قل: يا رب، قل: يا الله، شفع في نبيك، اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. تطلبها من الله ثم تحقق ماذا؟